هنعمل اول وصفه دلوقتي، مخبوزات بالسوسيس على شكل كده تورتايه او كيكه، يعني لطيفه جدا جدا، هتنبسطوا منها قوي. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، بتبقى مناسبه لو احنا خارجين بره البيت، احنا في الصيف العيال عايزين يروحوا حمام السباحه الصبح، نازلين رايحين النادي، لا عندهم تمرين، بدل ما نجيب سندوتشات شاورما وبرجر يا ماما وكريب والحاجات دي، انت تعمليها لهم في البيت، سهله نظيفه ظريفه، هينبسطوا منها وفيها يعني حركات ان شاء الله تعجبكم. بص، عجينه تافهه، هتقولي لي انا هعجن يا مروه قبل ما اخرج، دي تافهه جدا مش هتاخد منك حاجه ابدا. احنا معانا كوبايه ولا كوبايتين من الدقيق، اهم حاجه بس ان الدقيق يكون عندك في البيت مكتوب عليه دقيق بيتزا او لجميع الاغراض، عشان تبقي ضامنه نجاح الوصفه ما دام هيبقى فيها عجن، تمام؟ فهنقول مثلا ايه، كوبايتين من الدقيق عليهم رشه ملح، معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من السكر، معلقه كبيره من الزيت، وشويه ميه لا دافيه للعجن. بصوا هعملها معاكم حالا، مش هتاخد وقت ابدا، وهتسيبيها كده تركنيها شويه قبل مثلا تشربي كوبايه شاي بلبن ولا حاجه، هتبقى خمرت معاكي. هنقطعها ونحط جواها سوسيس، معانا هوت دوج، ده هوت دوج اللي بيبقى طويل كده، ده هوت دوج اللي بيبقى اصغر منه شويه بيبقى اسمه فرانكفورتر، والاثنين بنقول عليهم سوسيس، والسجق بنقول عليه سوسيس. تقولوا لي ليه؟ اقول لكم معرفش، هم كلهم سوسيس، سوسج وسوسيس وهوت دوج وفرانكفورتر، كلهم قرايب وكلهم شبه بعض يعني، ما عدا السجق البلدي بتاعنا بقى، ده في حته تانية خالص، ده لوحده كده نجم كده لوحده، تمام؟ انا معايا ثلاثة بس من الهوت دوج دول، تقدروا تكتروا حسب بقى انت الصينيه هتعمليها كبيره هتعمليها صغيره. احنا هنقطعه اصلا حتت كده على حجم كل حته من العجينه علشان نرصها في الصينيه الظريفه دي، دي صينيه بتتفتح وتتقفل، معظمنا بقى عندنا الصينيه دي بتاعت الكيك الصغيره، او لو عندك الكبيره بتبقى سهله قوي ان احنا نفتحها والحاجه ما تبصش مننا، او لو مش عندك رخيصه وموجوده في كل حته يعني جددي المطبخ كده لو ناقصك كام حاجه، هتبقى ظريفه عشان تعملي الوصفات الحلوه اللي احنا بنعملها في البرنامج. بس كده ولا اي حاجه، خلاص هنحط الدقيق كده ورشه ملح، ونقلب الملح كده في الدقيق، ونحط الخميره والسكر، تمام، ومعانا شويه ميه دافيه نعجن بيها العجينه. لو عندك عجان في البيت يبقى مش الموضوع مش هياخد منك حاجه، مش هتحطي ايدك في حاجه، بتحبي تعجني زي ما انا بعجن كده مش تاخد منك وقت اصلا خالص. نحط شويه ميه ونعجن. الناس كتيره جدا بتستصعب الحوارات دي، تقول لك ايه انا لسه هعجن مش عارفه ايه، مع انها بس لو رجليها جت في الحكايه وعجنت عجينه واحده اول مره بس صدقوني ونجحت معاها كده وانبسطت، ما بتقدرش تبطل، بتقعد تفكر ايه الوصفه. انا كان في ناس بيقعدوا يبعتولي احنا عايزين وصفات بقى فيها عجين بقى من كتر ما هم حبوا العجن وعايزين يعملوا وصفات فيها عجينه، بتبقى ظريفه. خلي بالك العجن اللي انت بتعجنيه ده بيطلع النيجاتيف انرجي، الطاقه السلبيه اللي جواكي، بيخلي عضلات ايدك تبقى قويه، تمام، فتبقي طباخه خطيره. المشكله يا استاذه سمر مالك نيجاتيف؟ الا النيجاتيف بقى ده، بصي طلع هو ده، هتلاقي نفسك فريش فريش وفرافيش ونحب نعيش وكده، تلاقي نفسك ظريفه، طلعتي بجد الباد انرجي في العجن، بدل ما تقعدي تتخانقي مع العيال ولا تبقي زعلانه ومتضايقه، لا ده بيفرق جدا. مع اغنيه ظريفه لفريد الأطرش مثلا، اغنيه قلبي ومفتاحه، عارفاها يا استاذه سمر؟ بحبها قوي، تحسوا كده ان انتوا بتسمعوها كده، هي تشتغل قلبي ومفتاحه، وتخلص هتلاقي نفسك خلصتي العجينه. ماشي يا استاذه، هتلاقي العجينه خلص. بصوا انا عجنتها اصلا كده خلاص بالكلمتين اللي انا قعدت اقولها معاكم دول، اتسليت وخلاص. او احيانا بعمل ايه، اكلم ماما اطمن عليها، تلاقوني عملت العجينه وعملت الغدا ونظفت الشقه ونشرت الغسيل، بصوا كل الحاجات، وانا معايا ماما على التليفون والموضوع خلص. فبسيطه، اتعجنت وحلوه جدا. عايزه تحط لها معلقه زيت كمان هيبقى ظريف، ممكن احط لها معلقه زيت على الوش ونسيبها تخمر ربع ساعه ولا حاجه، مش اكتر من كده الجو حر، بس كده، ونقول لها شكرا. انا معايا عجينه خمرانه، نجيبها ونقول لها اتفضلي اهو، عايزين بس كده ايه ندي رشه دقيق على الكاونتر، دقيق من تحت الحوض كده اهو،
وناخد العجينه اللذيذه كده، تمام. ومعانا السوسيس او الهوت دوج، ممكن نجيب ايه هذه القرمه، وعايزين نقطعه يعني الطويله دي، الهوت دوج الطويل ده عايزين نقطعه ثلاثه على ثلاث اجزاء. ادي ده كده جزء، وادي كده جزء. طب ليه الطول ده يعني يا مروه؟ اشمعنى؟ لان الصينيه اللي احنا هنستخدمها، بصوا الارتفاع بتاعها لما نحط السوسيجيه، هو الارتفاع بتاعها ده، فاهمه قصدي يا استاذه سموره؟ كده ده الارتفاع، هيبقى زي يعني زي الصينيه، فاهميني؟ عشان نلفها بعجينه وكده تبقى حلوه قوي. الصينيه دي هنديها دهنه زيت خفيفه خالص كده، ممكن بالفرشه دهنة زيت كده على الحرف، وعلى الجناب كويس قوي. عايزه تحطي ورق زبده مفيش مشكله. وهنا العجينه الخطيره عايزين نفردها، نجيب النشابه ونفرد. والله صدقوني لو انت مش بتاعه عجين وحاسه ان الموضوع ده حوار وهياخد وقت ولا ممكن تنجح وممكن تفشل، صدقيني ده الشيطان هو اللي بيقول لك كده، لكن انت هتنجح معاكي على طول ما دام جبتي دقيق كويس ومعاكي خميره وسكر وميه دافيه وحطيتي كميه الميه وعجنتي والعجينه ربطت معاكي، خلاص ثقي في نفسك اهو. نعمل بقى ايه بالسكينه برضو الظريفه دي، هنقطع كده ايه العجين، يعني بصوا احنا عايزينها تبقى قد السوسيجيه كده، يعني تقريبا كده احنا مقطعينها مظبوط. هاخدها كده واحطها والفها كده لفه على العجينه، واقوم ايه قطعاها ومثبته عليها كويس قوي. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا ممكن تحطوا جبنه مع الحشو قبل ما تلفوها كده، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، هتبقى برده ظريفه قوي، فاهماني؟ هاتيها كده يا استاذه سموره، بصوا نخلي الساسج كده يبان او الهوت دوج اهو، بصوا ظريفه جدا فيهاش ابدا اي حاجه، خطيره. ونقوم حاطينها في الصينيه كده، وهكذا وهكذا وهكذا. انا بلف كده ايه العجين عليها اهو، ونقطعها ونتاكد كده بالشكل ده، ونقوم حاطينها جنب اختها كده اهو اهو. شفتوا سهله ازاي؟ لغايه ما نخلص الصينيه كلها داير ما يدور، عايزين ترشوا على الوش مثلا رشه سمسم، رشه حبه البركه هتبقى حلوه جدا، وسمسم كمان هيبقى ظريف، لان عجينه البيتزا هتبقى شبه العيش كده شويه، يعني تبقى منفوخه ومفرغه وحلوه قوي، وجواها الساسج الظريف ده، فهيبقى السمسم لايق اكتر، بس برده لو انتوا بتحبوا حبه البركه هتبقى خطيره. وعايزه اقول لكم برده ان احنا بعد ما نرص الرصه الحلوه دي، كل الحاجات دي بنسيبها برده خمس دقايق ست دقايق يكون الفرن اشتغل درجة حرارة 180، وندخلها الفرن. مش هندهنها على الوش اي حاجة، بس هو لو عايزين نرش سمسم او حبة البركة يبقى بس بنحط دهنة مية خفيفة، وعشان ايه يثبتوا عليها. شفتوا استاذة سمر جابتها لكم؟ بصوا اللذاذة، تاخديها معاكي بره بقى، وكل واحد كده ياخد له يسحب له واحدة كده وياكلها فيها الهوت دوج. طعم العيش لذيذ فلافي طرية، طعمها حلو احلى من اي حاجه بره، يعني اصحابهم في النادي هيتلموا عليك ويقولك عايزين حته يا طنط لعلمكم، يعني جربيها خطيره ان شاء الله تعجبكم.